مشاهدينا، يبدأ المواطنون والمقيمون التحضيرات لعيد الأضحى المبارك والتخطيط أيضا أين سيقضون ويستمتعون بهذه العطلة. منهم من فضل البقاء داخل الكويت مع الأهل والأحبة والأصدقاء، ومنهم من فضل السفر. كاميرا الأخبار تجولت في سوق المباركية لنتعرف أين سيقضون هذه العطلة داخل الكويت. أين ستذهب هذا العيد؟ سؤال طرحناه على المواطنين والمقيمين ولم نجد ملامح لإجابة جاهزة غير زيارة الأهل والأصدقاء كالمعتاد. والله حق الوالدة إجباري، يعني لازم نسلم على الوالدة وبعدين حق العمام والخوال كذي. نزور الأهل ومثل ما تقول نروح مساجد نصلي، هذا عيدنا. طلع هنا نجي منه ونزور العوائل وخلاص. الناس أجناس، منهم من سيقضي العيد في التردد على الأسواق والتنزه في الحدائق، في الأفينيوز، في 360، في الكوت، في وايد أشياء. يعني معظم خروجنا عن سوق شر، بنتمشى هناك على البحر شوية أو بنروح عند ابن ذي الكار على البحر اللي هناك. يعني إن شاء الله سينما أول يوم، ثاني يوم إن شاء الله مطعم. أثناء هذه الجولة وجدنا الكثير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين يفضلون قضاء العيد في الكويت. نحن نعيد هنا أي في الكويت. إن شاء الله بنروح سوق العاصمة، بروح الأفنيوز، ويعني احنا مسجلين لسة مطاعم، يعني إن شاء الله يعني بنجربها. أنا تقريبا بالسنة مرتين أو ثلاثة أنا أجل، وهذا العيد يمكن الثاني أو الثالث لي هنا. فطال عمرك البروجرام طبعا بعد الصلاة ترى السلام على الأهل، وطبعا الأسواق والمولات طال عمرك. ناوي أروح سوق العاصمة مجمع الجديد، وبعدها المباركية طبعا، أنا أحب الشعبية، الحين جاي نقضي بعدها يعني بنرجع لها بس وقت العيد. أما الأطفال فكانت تتمثل فرحة العيد عندهم باللعب واللهو والحصول على العيدية التي تدخل البهجة في نفوسهم. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.